اكيد دخلت الحيطه اثنين حسين ولا واحد منه فايده. يمين 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 يسار 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 روح يسار. اهلا فيكم، معاكم فهد الشيحه ومعي حسين النصير وحسين الموسى، اثنين اسمه حسين. يا هلا والله. عندنا اليوم بنسويلكم تحديات رهيبه، انا وحسين النصير بنلعب بلعبه فورزا موتور سبورت الجديده، وايضا راح نسوي تحديات بنسحب من هذا تحديات كثيره رهيبه. بس قبل ما نبدا التحدي خليني اكلمكم اول شيء عن خدمه البي سي جيم باس. خدمه بي سي جيم باس تقدم لك مئات من الالعاب الرائعه، منها تشكيله واسعه من الالعاب جودتها عاليه مثل ستار فيلد ومايكروسوفت فلايت سيميليتر. الخدمه ايضا تتيح تجرب اقوى العاب استديوهات مايكروسوفت من اليوم الاول، مثل لعبه سباقات الشهيره فورزا موتور سبورت اللي بنلعبها اليوم، وايضا لعبه هيل بليد 2 القادمه. وايضا بوجود خدمه اي اي بلاي ضمن الباقه بتقدر تجرب العاب رهيبه من مكتبه اي اي مثل فيفا. واذا ربطت حساب البي سي جيم باس مع حساب رايوت راح تحصل على ايجنتس وتشامبيونز في لعبه لول وفالورانت. واحسن مكان تلعب فيها البي سي جيم باس هو الويندوز 11، لان في تقنيات رهيبه مثل تقنيه الدايركس اكس 12 واللي تخلي الالعاب كلها تشتغل برسومات جدا رهيبه، وايضا تقنيه الاوتو اتش دي ار تخلي اي لعبه مهما كانت تشتغل بالوان اتش دي ار رهيبه. واهم شيء تقنيه الدايركت ستورج، هذه تخليك تلعب بالعاب تحميل داخلها بلمح البصر. وانصحكم تشوفون تحت الديسكربشن، في هناك كاتبين كل حاجه، كاتبين مواقع المايكروسوفت تقدر تدخلون تشوفون معلومات اكثر عن البي سي جيم باس والويندوز 11، وايضا تشتركون بقنوات مايكروسوفت الرهيبه. والان خلونا نبدا التحدي. زي ما قلت لكم انا راح نبدا التحدي، اول شيء راح نسحب من الوعاء هذا. تفضل حسين، يلا سحبنا اول تحدي الان. الله يستر. الله يستر، لان كان عارف تحديات وشينا فانا خايف منهم. اول تحدي ايوه تلعب اعمى واحد يوجهك. يا سلام. طيب خلينا نبدا بحسين نصير بعدين انا. لا لا تربطه، هو ربط عينه، هو ما نبي نربطه. ربط التحدي. لا بيجي دوري الحين، مو جاي دور دوره. طبعا كل البطوله اللي بنسويها احنا بنلعبها بحلبه واحده اللي هي حلبه ياس في ابو ظبي. فخلونا نبدا الان. امسك حسين يلا. طبعا حسين موسى بيرشده وهو ما يشوف. جو يلا بسم الله. 2 1 جو. طبعا مطر الموضوع. هدي السرعة. يسار 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 يسار. يا ساتر، ما تعرف توصف حسين، كله يسار عندك انت. عند الإشارة خذ إشارة يمين. يسار يسار. هو شايف إشارة يمين. أنا مش شايف. يلا أسرع أسرع أسرع، خليك رجال أسرع. يسار يسار. ما خلى رصيف إلا سلم عليه، ما خلى شيء. بساعد عشان يسار يسار شوي. يسار يمين 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 يمين. مو أنت ما تعرف تلفف يمين يسار. يسار 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 سيدة. يمين 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 سيدة. خلي السيارة ثابتة. أوكي تمام. يسار 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 يسار. يمين 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 يمين. يسار 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 يسار. روح يسار. يسار. لا لا تلف. امشي لما تفوز. الحمد لله على السلامة. خلصنا. دقيقتين ونص يا ساتر. 31 اعتبرك. دقيقتين 31. تمام. الآن دوري. غطي عيني يا حسين. طيب انا ابدا لك السباق. ابدا لك السباق. 1 جو. اوه يلا يا كم سيده بعد الساعه. لا خليك سيده. هدي 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 هدي. يسار 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 يسار. ما تعرف يسار يمين. والله لفيت يسار. شوف هذا يسار. عد اليمين. ايوه على طول ما شاء الله. تمام 100 100. اعطيه يسار يمين. اوكي صقعت في الحيطه. ارجع اكيد دخلت الحيطه. ارجع ارجع ارجع. دوس فرامل. اثنين حسين ولا واحد منه فايده. فك البنزين ودوس فرامل عشان يرجع. جيبوا لي حسين له فايده اكثر منهم ذولي. وين اروح الحين؟ اوكي الحين على طول دوس بنزين. ها بعدين. ايوه خليك خليك على طول. يلا خليك على طول. اوكي اذا اسمك حسين خلص خلص. اوه 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 عيوني. 19 ثانية جلدتك. 1-0. الان التحدي الثاني. والله اقسم بعيني. ثاني يلا تلعب ولا ضدك ينرفزك. الان انا بلعب وحسين بينرفزني بمنديل. شوف خلاص انا اعصابي من حديد الحين. اعصابه من حديد ما يقدر يسوي شيء. يلا نجرب. انت ما في تنج ما في فايده. ما شاء الله. ما في فايده. ما في حركه.
يلا نبدا. اوه خلاص قلت لكم. يلا شوف شغلك. هيديني شوية شوية. أنا أقدر سأفعلها. جبت العيد. هي. كم وصلت؟ أنا أسرع. صح. يس. هو أسرع. يعني الحين واحد واحد. أوكي الآن يلا خلنا نسحب مرة ثانية. العب والإيد بالمقلوب. طبعا انت وانا كذا اول واحد، الحين دورك كذا اول واحد، فاليد يصير يمسكها كذا. يلا هذا اللي اوكي. يا عيني قاعد يحوم الان الحين. يا سلام. يلا سافعلها. يلا حتشوفوا. هناك طريق. هناك طريق. هناك طريق. او مو مغمض عينه. صح نسيت. اوكي الحين بنشوف. يلا يا حسين. يا سلام غيرت الكاميرا بالغلط. بغيتها الازار ضبط. ضبط عندك. وصلنا. وصلنا. نو بنلتي ان شاء الله. 1-24. لا في بنلتي. اوكي دوري. نشوف نطلع معانا. عن 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 عن. وش الكاميرا ذي؟ الكاميرا الصغار اللي فوق. اي اوكي. شوفوا شوفوا الفن. شوفوا فن المقلوب. هذا الفن المقلوب الشقلوبي. خلينا نشوف. والله قاعد احس اني العب المقلوب احسن من عادي. كيف؟ ما ادري شو. والله احس اني اسرع. ما شاء الله كذا الاشياء معكوسه عندي. يضبط معي. دائما التبسي التابي. الحين لازم نلف يسار. يلا لف يسار. الواحد الشخص الغير مقلوب هنا يخفف. انا لا، انا احط بريك. بعدين الشخص المقلوب يخفف. أيوة. بينما الغير مقلوب لا يخفف. ما يخفف. احنا المقلوب غير مقلوبين. مقلوبين ما نقلب الا المقلوب. المقلوب شو اسمه. ايوه هذا. يلا ثلاثة أربعة خمس. بس شفت كيف؟ جلدتك. هذا الوقت الصح. مين فاز؟ انا فزت. انت خسران. شيخ ايش زامل الثاني؟ فزت. اسمه فوز. اسمه فوز. احنا المقلوبين دائما كرماء. ما نفوز كثير. نفوز يعني زيك. وبعدين نوصل مستواك بعدين نجلدك فيه. يا سلام هذا. عليك. فهذه كانت سباقتنا. وفي النهايه انا اللي طلعت الفزت. وحسين بيغدي لي منسف اليوم ان شاء الله. مقلوبه. مقلوب. لا بمنسف. انا مقلوب. منسف. كفاني القلب اللي جاني. خلاص احنا مقلوبين. ما ناكل مقلوبه ترى. هذه اشاعه. مع ان نعدل. فيعطيكم العافيه. معكم فهد الشيحه. ومعاكم حسين نصير. وحسين الموسى. الموسى. كلهم اللي انت معنا. كلهم. حسين معاكم كان. حسين معنا كان. ايوه مع السلامه. باي باي. يعطيكم العافيه. نشوفكم فيديو ثاني.